بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا طريقة جديدة من زراعة الباذنجان في المنزل بطريقة التجذير أو اللي هي تكوين الجذور من العقل. طبعا الطريقة المعهودة والمعروفة إن هي طريقة زراعة الباذنجان من البذور، ولكن المرة دي بطريقة جديدة. نجهز جرورة مية كده، نقطع أسفل جرورة المية، نقصها ونسكب الغطا الجرورة من تحت، نسكبها بحيث إن هو يكون في مجال لدخول القماش أو قماشة زي ما بالصورة كده للقماشة هذه لتستمر بري العقلة من الأسفل عن طريق امتصاص الماء من القماش إلى التربة دي زي ما انت شايف كده. نجيب عقلة من ساق الباذنجان ونزيل بعض الأوراق، نخلي ممكن ورقة واحدة أو ورقتين منها، ونبدأ بالمقص والسكينة نكحت أسفل العقلة دي كده لتنشيط النمو. نكحتها قبل الأسفل كده 3 سنتي أو 2 سنتي، نبدأ نكحتها. طبعا زي ما احنا عارفين في كل فيديوهاتنا نحط هرمون التجذير اللي هو الطبيعي اللي موجود معانا في البيت على طول، اللي هو الصبار والنبات والألوفيرا. طبعا نغمسها كده بطريقة جيدة ونتركها تجف الساق من تحت بعد إضافة هرمون التجذير اللي هو صبار الألوفيرا، ونزود التربة ونهيئها نقلبها ونخلطها ونضع فيها طبعا زي ما انت عارفين فص توم يمنع تعفن الجذور أو قليل من من الفحم، الفحم اللي هو فحم الشاي. نبدأ نزرع العقلة، وده طبعا بعد العقلة بعد 45 يوم نبدأ نشيل الغطاء عنها. كنا عازلينها بغطاء عن البيئة المحيطة من الخارج، كنا معرضينها للشمس عادي زي ما انت شايف. نفس الأوراق اللي موجودة فيها الورقتين، وبدأت نموات جديدة صغيرة تنمو في الساق. نبدأ كده نزيل نطلعها من الجرورة كده عشان نشوف كمية التجذير اللي نمت في الجذور فيها في فترة 25 يوم بعد بفضل طبعا الله سبحانه وتعالى، ثم التجذير للصبار الألوفيرا. شوف صبار الألوفيرا ما شاء الله عامل تجذير رائع في فترة قليلة ما شاء الله. شوف ده تجذير البذور اللي طلعت، نبات جيد جدا بالبذور. نبدأ نزرعها في الصيص عادي، كنا مجهزين تربة طبعا ضايفينها بطمس ورمل وبرلايت أو نشارة خشب مع بعض تلت تلت تلت، ونرويها بالماء، نغمرها بالماء في أول مرة حتى تكون متشبعة بالماء، ونبدأ نغطيها بتربة أيضا على السطح ونسقيها ماء حتى تبقى كده جاهزة إن أنت تحطها في المزرعة بتاعتك أو تحطها في السطح أو البلكونة معرضة للشمس. الجو عادي خالص، تبدأ تعرضها للجو والشمس خلال ممكن فترة مش أقل من 5 6 ساعات شمس في اليوم. لو احنا في الربيع لو الشمس شديدة جدا نحطها بعيد شوية عن أشعة الشمس المباشرة،
ونبدأ نتركها ونتعادى بالسقيا، نراعيها، نراعي الإنبات الجديد بتاعها، نتابعها، نزود السماد، نعطلها. طبعا المية اللي احنا بنسقيها دي مية محلول الموز، طبعا ده مياه محلول موز مغذي جدا. دي برضو بعد 75 يوم كانت الشكلة عمر الإنبات والثمرة بعد 75 يوم كما ترى. دي ثمرة الباذنجان إن شاء الله. حتى في ثمار صغيرة جنبها، في ثمرة صغيرة تانية جنبها، وبيبدأ بكده انت تبدأ تتعهدها بالغذاء والأسمدة الطبيعية زي قشر البيض، قشر الموز، ونشرة الخشب وإلى غير ذلك. فدي وممكن تضيف مية الرز ليها، بس طبعا بعد ما تبرد. ده كلها مغذيات طبيعية للتربة بتاعتي. إن شاء الله نلتقي في فيديو آخر وزراعة نبات آخر داخل المنزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.